مساء الخير، اهلا بيكم. هنوريكم اول عزومه لينا في رمضان. يلا تعالوا، احنا كده راجعين التوك توك ورايحين المكان. كل سنه وانتم طيبين. احنا بنفتح اول باب عشان نستنى الفطار والمدفع. يلا رمضان واحده وطنيه، هي مسيحيه ولا مسلمه؟ واحده وطنيه. واللي عزمانه ايه بقى؟ هنشوف دلوقتي. عزمانه مسيحيه ممكن نطلع. يلا كده احنا طالعين السلم بس الدنيا ضلمه، هنشوف نطلع. دلوقتي الساعة 5. عايزة اقول لكم الاحساس الاكل مش مشكلة، احساس العطش ان انت في الحر مستحمل، فهو دوت موضوع صعب. صعوبة الصيام في العطش وبالذات في الصيف. صوري كنت بتصلي. دلوقتي الساعة 5:30 ولسه فاضل المدفع تقريبا على الساعة 6:30 و5. يا مسهل يا رب يا مسهل. الساعة دلوقتي 5:43. طبعا انا متكلفتة عشان عندي برد. يلا هنستنى كده، فاضل تقريبا ساعة على الفطار. قولي اجمل اكل واحلى. يلا انا جوعت خلاص انا جوعت، هروح احط. اقعدي بقى. يلا يا مدلين. احنا لازم ندي اعجابنا. يلا يا ولاد، يا لهو على ريحه الكفته، حطها فحم صح؟ رائعه. مدلين حرام عليك، انا مش عارفه اكل ايه ولا ايه. عشان العيال مش هتاكل الكميات دي عشان ما تبوظش حواليها. الريحه بتاعتها باينه. يلا يا مادلين، مش لاقي اكل غير ما تيجي. مادلين مش قادره تصبر. ايمان مش قادره تصبر. عيني بقى.
مستنياكي، خلي بالك خلاص. اين الارانب؟ علي التلفزيون عشان رامز. نسينا الطحينة. لا القناه بتاعتها على اليوتيوب يعني عامله اجمل الافكار مع مادي. لا حسيت من مستوى اهتمامي. ايه قاعده احط ده في الثلاجه في الديب فريزر. كل سنة وانتوا طيبين دايما كده. رمضان جامع الحبايب، حبينا بس نفرجكم قد ايه صدقوني لمتنا دي بالدنيا، قد ايه ان الشهر ده بيجمع. احنا بقالنا فترة كبيرة ما اتجمعناش، وعشان كل شهر يعني كل سنة في رمضان بنتجمع يعني، فتصالحنا مع بعض. كل سنة وانتوا طيبين دايما. هبة ومدريد مجمعين. لا وإيمان عليها سمك بقى ماشي. لسه بقى هنعملكم العزومة الجاية ان شاء الله. يلا مع السلامة.